واحد بيقول في سفر التكوين في الإصحاح الأول ماذا يقصد بكلمة الجلب فيرمنت، وإنه يفصل بين مياه ومياه، اللي هو السماء الظاهرة لينا دي اللي فوق دي، وبتفصل بين مياه ومياه لأن في مياه تحت الأرض وفي مياه فوق اللي هي الضباب والسحب والحاجات دي اللي ممكن أحيانا تتساقط من فوق لتحت، فدي اللي بنسميها حتى السماء الأولى أو سماء الطيور. أما السماء الثانية فهي اللي فيها الشمس والنجوم البعيدة، والثالثة فردوس، الفردوس اللي صعد إليها بولس الرسول.